السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل فيو خاص بينا. يعني انت لما تيجي هنا تقول له توب، بتلاقي الاختيارات هنا تختار اللي انت عايزه. يعني ممكن تقول له رايت، ممكن تعمل حاجة خاصة بيك، ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا اعمل فيو خاص بيا، فيو مانجر. تمام، هتلاقي ده الكرنت، ده الموديل فيوز. تمام، تقدر نعمل واحد جديد نيو، تقدر تسميه اي اسم، وتقدر تختار الكاتيجوري بتاعه. ممكن تعمل كاتيجوري خاص بيك، ممكن تقول له انا عايز بقى الفيو تايب، النوع من الانواع، الباوندري، ممكن تعرف حاجه جديده، يعني الكرنت ديسبلاي اللي موجود دلوقتي، ولا انا عايز اعرف ويندو جديده خاصه بيا مثلا الجزء دوت. تمام، وبعد كده تدوس انتر، وبعد كده فيو بروبرتيز اني اليو سي اس اللي انت تشتغل عليه، التوب وورلد نان زي ما انت عايز، اللايف سيكشن، الفيجوال ستايل 2D وير فريم 3D هيدن، الباك جراوند هل هي الديفولت ولا عايز حاجة خاصة بيك، وممكن تغير اللون لو انت عايز. وبعد كده تقول له اوكي، تقول له اوكي، وفي اي وقت تقدر تيجي هنا هتلاقي current model view، هتلاقي WUR، او ممكن تيجي هنا من view هتلاقي ال view manager اهوت. تمام، وتعمل نفس الاختيارات ديت، يعني تدخل model views وتختار تعمل model view. لو في اعدادات بتستخدمها كتير، فبدل ما كل شويه تقعد تظبطها، تقدر تعمل حاجه خاصه من هنا، ده هيسرع عليك الشغل.